برأيكم هل ممكن تعداد الثواني يوصل لـ60؟ بنلاحظ إن لما نحط تايمر 59 بيكون أكبر رقم، فهل يمكن تعميم هذا الموضوع؟ عنا إشي اسمه ثانية كبيسة، زي كيف كل 4 سنين عنا سنة كبيسة بيكون عدد أيامها 366 يوم، نفس الإشي موجود بالنسبة للثواني. عدد الثواني الكبيسة اللي تم إضافتها من بداية التعداد هي 27 ثانية. بالتالي قام العلماء عام 1950 بابتكار الساعة الذرية عشان يكون الوقت أكثر دقة، بس اتضح فيما بعد أنه في تباطؤ تدريجي في سرعة دوران الأرض حول محورها بمعدل جزئين من الألف من الثانية يومياً. النسبة تقريبا كأنكم تقطفوا وردتين من هاي الشجرة، وهيك صار في عنا فرق بالتوقيت ما بين الساعة الذرية والساعة الفلكية، وهي تاريخ الثواني الكبيسة المعلنة حتى الآن. ما تنسوا اللايك والسبسكرايب، وباي باي.